عندنا مباراة زي ما حضراتكم عارفين مهمة جدا للأهلي، وزي ما قلنا هو موسم مليء بالتحديات. النهاردة الأهلي هيواجه ام بي في نصف نهائي كأس مصر لنسخة العام الماضي. خلينا نتكلم عن الأهلي وتحديات الموسم كمان الجديد، وهيكون لينا كلام كمان كتير يعني في ملفات مختلفة. خلينا نرحب بس بضيفنا العزيز كريم فاضل الناقد الرياضي. صباح الهنا. انا عارفه الميعاد ده غلس بس انت بتحب تجيلنا. لا طبعا انا ما اقدرش اتاخر عليكم، وده احلى صباح يعني لان الواحد يشوفكم ويشوف الجمهور العظيم ده. بنسعد بوجودك معانا وبنستفيد كمان برؤيتك للامور. يا سلام. وعلى ذكر الرؤيه، توقعاتك ايه بقى للماتش ده وشايف الامور ممكن تمشي فيه ازاي؟ واحنا كنا بنتكلم من شويه ان ايا كان المنافس للنادي الاهلي في اي ماتش من الماتشات، حتى لو كان حاله مختلف عن حال النادي الاهلي، بيجي قدام النادي الاهلي ويحجر دايما، ده اللي بيحصل. شايف الماتش ده هيمشي ازاي؟ يعني هاقتبس كلمه اوف كورس من استاذنا اخوان. طبيعي جدا ان اي منافس بيلاعب منافس اقوى منه بيحاول يطلع افضل ما عنده. فريق انبي فريق محترم جدا، وواحد من الفرق اللي منذ صعودها عملت مسيره طيبه وحقق كاس مصر وبطولات الكاس. زي ما حضراتكم عارفين ما فيش فيها قواعد ثابته، فيها مفاجات، هي بيطلق عليها بطوله المفاجات. بس هي يعني ليه زي ما استاذنا هوان ده، ليه بطوله الكاس العام الماضي يعني؟ ما هي يعني الواحد والله مش عارف يعني ليه احنا الدوله الوحيده اللي فيها كاسين مفتوحين على بعض. والله صحيح بالظبط. يعني هي دي النقطه الجوهريه، انت مش قادر تظبط المواعيد شويه وتخلي منافساتك زي اي دوله في العالم. يا ريت ده، بس احنا بنتمنى ده، واعتقد ان انتم متفقين معايا في ده والجميع، ان احنا المنطق عايزين نفسه متفق معاك. المنطق بيقول كده. طبعا نرجع للنقطه الفنيه. لا انبي بالرغم ان البدايه مش احسن حاجه في السيزون ده، لكنه عنده عناصر قويه جدا تقدر تخليه منافس قوي للنادي الاهلي. واتمنى يعني كمشجع او كمشاهد اني اشوف مباراه قويه بين فرقتين في بطوله هي الاقدم في القاره الافريقيه كلها. ده اللي انا بتمناه. الفوز هيتحكم فيه عناصر اخرى بقى، عناصر داخل الملعب وعناصر خارج الملعب او من على الخطوط، عناصر اداره فنيه. والكل اجمع ان مارسيل كولر بيعامل طفره في اداء النادي الاهلي. صحيح. بشكل كبير جدا جدا جدا. اداء بقى سلس، تمريرات كتير، التيكي تاكا زي ما بيطلق، استحواذات بشكل كبير بالظبط. الروتيشن، الاهلي دلوقتي عنده فرقتين يقدروا، لا ده ثلاث فرق يعني، عنده فرقتين ما شاء الله. طبعا يعني عنده اكتر من عنصر يقدر يشارك في الشق الدفاعي او في الشق الهجومي بالظبط. يعني احنا شفنا كريم الدبيس بيلعب مكان علي معلول، بيعمل اول اسيست ليه في بطوله افريقيا، مفيش اي خوف، مفيش اي قلق او توتر، بيلعب بشكل هادي. احمد نبيل كوكا في وسط الملعب في غياب مروان وفي غياب ديانج، في طبعا امام عاشور اضافه عظيمه طبعاً وقويه جدا في خط الوسط. اللاعب جوكر رضا سليم طبعا لعيب هايل، عنده حلول، عنده قوه تصويبات بالقدم اليمنى واليسرى. بيرسي تاو او بيرسي مازو تاو يعني لعيب فايق بقاله فترة، فايق جدا من ساعه ما حلق يعني تقريبا كانت سر في شعره. لا هو لعيب امكانياته عاليه جدا. استنى اللحظه اللي يسجل فيها هدف عشان نشوف الاحتفال بتاعه وجريته المعتاده. السليبريشن ده يعني عنصر احنا مفتقدينه بصراحه في الملاعب المصريه، يعني طريقه الاحتفال وخصوصا مع عوده الجماهير. صحيح. يعني في جمهور دلوقتي، فالجمهور رايح سواء داخل الملعب او خارج الملعب عايز يستمتع، والاحتفال ده جزء من التابلو الفني اللي بيحصل في المباراه. نتمنى نشوف الاحتفالات الجميله واللي بتبسط الناس وبتعجب الجمهور، طبعا بالاضافه للشق الفني داخل الملعب، ده الاهم يعني. كلام جميل. بص هنتكلم عن كل الملفات وهنروح ونرجع فيها. خليني اروح معاك دلوقتي للدوري في العموم، وسؤالي الاتي: هل انت بتشوف الموسم ده مع كل اللي احنا عمالين نسمعه من تذبذبات في مستويات والاستقرار في بعض الأندية اللي اعتدنا ان هي عندها استقرار وبتحتل المراكز بمعظم الوقت الثانية والثالثة، الوضع دلوقتي مختلف؟ الموسم ده احنا داخلينه بفرق بتطور بشكل كبير جدا رغم ان هي بعيدة عن الثلاثي الأول، وفرق تانية مستواها بيهبط بشكل كبير، وفرق شركات بتصعد للدوري الممتاز أو دوري النيل بالمسمى الجديد. يعني الشكل العام المستقر عليه بقالنا أو المستقرين عليه بقالنا فترة طويلة اختلف تحديدا الموسم ده. فده هل بتتوقع يسفر بنتيجة مختلفة في فكرة الأرقام والترتيب والنتائج؟ طيب
خلينا نقول ان البدايه انا شايفها مبشره بشكل ما بعيدا عن المستوى الفني اجمالا لكل الفرق، لكن الفرق اللي قدرت ان هي ترتاح وتعمل معسكرات ده موضوع يعني احنا ما شفناهاش من مواسم طويله. صحيح. الاهلي عمل معسكر خارجي، المصري عمل معسكر خارجي، وبيراميدز عمل معسكر خارجي، باقي الفرق طبعا عملت معسكرات داخليه او معسكرات مغلقه داخل مصر ولكن لمده طويله. ده سمح ليهم يعملوا استشفاء بشكل كبير، واللعيبه اللي كانت مرهقه ومجهده جدا بدات ترتاح. البدايات دايما مش بتكون افضل حاجه عند معظم الفرق، وخصوصا الفرق اللي هي متوسطه المستوى، ولكن مع الموسم ومع استمرار الموسم المستوى بتاعهم بيبدا يرتفع. يعني انا متوقع ان بعض الفرق هنشوف مستوى مغير تماما 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 خلال الفتره اللي جايه، من ضمنها انبي، علشان عنده قاعده لاعبين جيده، بالرغم انه واحد من الفرق الثلاثه اللي اتمنع من القيد. لكن انبي معروف ان هو بيعتمد على الناشئين، وعنده مجموعه ناشئين مميزين جدا، ابرزهم طبعا محمد حمدي واحمد نادر، احمد نادر حواشي. الاثنين دول اسمين مميزين جدا 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 في نادي انبي، وهيتطوروا وهيضيفوا وهيعملوا اضافه قويه مع رفيق كابو واحمد امين اوفا وباقي اللاعبين واحمد خليل كالوشا. فريق فاركو هيتطور. البنك الاهلي اللي بدا برغم من الصفقات القويه اللي عملها لكن خساره في مباراتين، لا قادر لانه عنده مدير فني جيد جدا بابا فاسيلي، وعنده لاعبين برضو مميزين. احنا بنحلم بده، احنا عايزين لا يعني المنافسه عايزين ايه غير ان احنا نشوف المنافسه حتى يعني حتى الفرق اللي هي اللي لسه صاعده زي البلديه والجونه، بعيدا عن زد لان زد واحد من فرقتين فقط اللي هم حققوا انتصارين. هو الجزء الحزين الوحيد بقى في المعادله دي او في الملف الانديه الجماهيريه، الله يفتح عليك، هي خلاص هو امر واقع. يعني هنفضل نتكلم تعيس. للاسف لابد من تغييره. لا التغيير تغيير ثقافات. يعني ليه ما يعني مش يعني هو في قرار طلع بيقول ان اي فريق في الدوري من الفرق اللي هي الهيئات او المؤسسات او الانديه الخاصه لابد انه يرعى فريق شعبي. خلاص هو القرار صدر. يرعاه بمعنى ايه؟ يرعاه ماديا. طب هو ينفع كده؟ يعني لا هو ما ينفعش كده طبعا. هيبقى في اصطدام في قرارات المجلس مع السبونسر اللي هو جاي بيرعى. ما هي دي النقطه. لا ما هو في فرق اوريدي عملت ده، يعني زي فريق سيراميكا، ما هو بيرعى فريق ديروت في الدرجه الثانيه، وبس الرعايه هنا مفيده لفريق زي ديروت. هو الرعايه الفرق درجه ثانيه مش في نفس ال لا 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 الفرق اقل يعني لحد الدرجه الرابعه. هي الفرق طبعا انت يعني كره القدم بيزنس، والبيزنس محتاج فلوس طبعا. فطول ما انا مش معايا فلوس مش هقدر انافس، مش هقدر اصعد. بس يعني هي فيها نقطه كويسه قوي انها تدي فرصه للاعبين مش قادره، يعني لاعب كوره في درجه ثانيه ودرجه ثالثه ودرجه رابعه مرتباتهم بتبقى ضعيفه جدا. هو احسن من بلاش مفيش شك، لكن ليس هكذا تدار الامور. يعني بالزبط. ما ينفعش نلم من بعض عشان ندعم الفريق الفلاني. لا بص هقول لحضرتك على حاجه. طب ليه انت من البدايه اصلا ما اتجهتش انك ترعى فريق جماهيري وتصعد بيه؟ ما احنا قلنا علشان هيحصل تضارب. ده على فكره عن لسان بعض الاشخاص اللي هم في مجالس اداره الانديه بتاعت الشركات. انا طرحت السؤال ده، الحل قال لك هيبقى في تضارب. الحل سهل. القرار الاخير لمين؟ للي بيضخ مال ولا للمالك او للرئيس بتاع النادي؟ بص هقول لحضرتك على حاجه. هو هرجع واقول ان الحل سهل وبسيط. تطبيق دوري محترفين بحذافيره. دوري محترفين يعني انديه خاصه. كل نادي له ملعب، كل نادي له اداره مستقله. احنا ليه بنتفرج على الدوريات الاوروبيه، الدوري الانجليزي ودوري الابطال ودوري الالماني والدوري الفرنسي؟ ليه؟ علشان خاطر مستويات المستوى اللعبه نفسه مرتفع. ليه؟ علشان منظومه كامله عناصرها مرتفعه، بدايه من الاداره مرورا بالجهاز الفني ثم اللاعبين، صح؟ طيب ما هو ده اللي بيحصل. ايه اللي يخلي فرقتين، يعني هنروح مثلا في دوري ابطال افريقيا، مصر وتنزانيا هما الدولتين الوحيدين في دوري الابطال اللي عندهم اثنين ممثلين، يعني من مصر الاهلي وبيراميدز، ومن تنزانيا سيمبا ويانج افريكانز. ليه؟ علشان الفرقتين دول فرق عندها قدرات ماليه جيده، وبتقدر تستقطب لاعبين سواء من داخل تنزانيا او من الدول الافريقيه المجاوره بارقام جيده جدا، وبتدي مرتبات كويسه، بالتالي بتقدر بتجيب لعيبه كويسه. طب انعكاسات ده بقى على ذكر تنزانيا، انعكاسات اللي انت تفضلت بذكره ده على ماتش الاهلي وسيمبا التنزاني؟ لا ما هيبقى انعكاس قوي. يعني سيمبا واحد من الفرق، يا جماعه يعني اتمنى ان انتوا تشوفوا المباريات في الدوري التنزاني الجمهور بيعمل ازاي، وخصوصا الديربي او الكلاسيكو التنزاني بين سيمبا ويانج افريكانز، لدرجه ان في اي مباراه
يعني لو مثلا سيمبا بيلاعب منافس من خارج تنزانيا بتلاقي الملعب اللون الاصفر والاخضر اللي هو اللون المميز موجود بيشجعوا الفريق المنافس طبعا. الموضوع بينهم قوي جدا بس في نفس الوقت بمنتهى الاحترام بمنتهى الادب وبشياكه يعني تبقى تلاقي الملعب كده في مباراه يانج افريكانز تلاقي اللون الاحمر كتير جدا يعني لو الاهلي هيلاعب سيمبا هتلاقي جمهور يانج افريكانز بيشجع النادي الاهلي وبيروح يحضر المباريات دي وباعداد كبيره جدا يعني انا تابعت الدوري التنزاني في فتره من الفترات مباريات 80,000 و90,000 في الملعب ومش يعني مثلا يعني عزام يونايتد بيلعب انت بتتكلم يانج افريكانز فريق تنزاني لا بيروح يشجع لا ثانية عشان بس ما تلخبطش اوكي يانج افريكانز تنزاني نعم صح كده؟ يعني في ماتش الاهلي وسيمبا التنزاني جماهير يانج افريكانز التنزانيه هتشجع كل مباراه للاهلي وانا واثق من كلامي كل مباراه الاهلي ضد سيمبا جمهور يانج افريكانز بيشجع النادي الاهلي والعكس ايوه عشان دول الكومبيتيتورز اللي ماشي بس انا بتكلم على نزعه وطنيه يعني فاهم استغربتها يعني من الزاويه دي يعني يعني هي مش موجوده قوي في الدول كتير مش يعني بصي هقول لحضرتك على حاجه كل الفرق في العالم كل الفرق في العالم لها مشجعين خاصين بيها يعني لو رحنا في اوروبا بتلاقي فرق المدن نفسها او الفريق النادي يعني لو هناخد مثلا فرنسا كمثال هتلاقي جمهور إمارة موناكو بيشجع موناكو ما بيشجعش باريس ونانسي وميدز ولانس أي. جمهور لانس بيشجع لانس جمهور ستراسبورغ بيشجع كذا سوشو كليرمون فوت أي فرقة لها جمهورها طب. وده اللي بيعمل لهم الإيمج يعني طب. أنا ببيع منتجاتي عندي لعيبة بسوق بنزل بعمل انتريديوس للعيب عندي أنا لسه شاري مش هروح أجيب جمهور من منافس يعني طب. علشان كده في بعض الفرق المصريه واعتقد انت تفهموا كلامي مش قادره تحقق بطولات عشان خاطر ما عندهاش الظهير الجماهيري القوي اللي يحاسب اللعيبه اللي يخليها تبقى بتلعب فاينل وخايفه من الجمهور وعامله حساب ده كره القدم اصلا معموله في الاول وفي الاخر ليه بيزد على الجماهير والتشجيع والمتعه لما انا بقى نادي ما عنديش عندي لعيبه كويسه وبعمل رانكينج كويس بس انا ما عنديش جماهير تشجعني اصلا فين المتعه ما هو العامل الاساسي اصلا غايب فيعني انتوا كاعلاميين انتوا لو انتوا شغالين في قناه نادي من جماهيري مش هطلع بنقبض كويس بس ملهاش يعني انا هخاطب مين يا اما بقى هتوجه للترند والفرقعه والبومينج السلبي عشان خاطر ناس تطلع تهاجمني او تنتقدني عشان خاطر ابقى ترند او اطلع او اظهر عشان اعمل مشاهدات انما لو انا ما عنديش ظهير جماهيري هطلع اخاطب مين بالظبط هي دي النقطه طيب قبل ما نسيب ملف الدوري بيبلغونا ان احنا هنسيب الحلقه كلها لان الوقت خلص بس مش عارف الوقت بيجري يعني دقائق الفرق اللي انت اتكلمت عنها في الدوري اللي متوقع منها يعني اداء افضل وتغيير كمان في الرانكينج ان شاء الله في الترتيب ايه تاني غير اللي انت ذكرتهم يعني غير البنك الاهلي وغير الاتحاد السكندري هيفوق بشكل قوي المصري واحد من الفرق اللي عملت انتقالات قويه جدا 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 بصراحه يعني انا بتكلم بمنتهى الصراحه في زد هيستمر لان كابتن مجدي عبد العاطي واحد من المدربين الواعدين وعمل تجربه كويسه اللي اسمها التجربه الشابه بقى يعني اختيارات طبعا غير الفرقه كلها تقريبا ما عدا محمد سمير لاعب النادي الاهلي السابق انا بقى ماتش الاهلي وزاد عايز احضره ده الماتش الوحيد اللي انا عندي اصدقاء طب. كتير جدا في زاد طبعا حبايبي والنادي الاهلي فبعد من دلوقتي اقول لهم انسوا خالص انتوا بعيد قوي يعني طبعا هزار يعني بس الماتش ده انا حابه ان انا اكون في الاستاد وقتها يعني زاد عامل تجربه عموما بشكل كويس جدا يستحق عليهم التحيه في قطاعات الناشئين بالتحديد يعني وبيفوزوا على فكره على فازوا علينا يعني في فريق 2005 بقطاع الناشئين وما بيشوفش خير لازم يعني دايما ده المنطق هو اللي لازم يكون هي دي خاصة هي دي النواه اللي انت بتبني عليها يعني هو ده مستقبلك طبعا انت طبعًا. زي ما بيقولوا كده بدون مستقبل يعني خلاص انت بتعمل ايه انت بتبني ده يعني طبعًا. عاوز 10 سنين قدام انا عندي لاعب مثلا طبعًا. والاهلي عمل ده يعني طبعًا. الاهلي ما شاء الله يعني وكولر بدا يدي فرص زي ما بنقول وده هينعكس علينا على فكره المستوى ده يعني اتمنى من الله ان ده يحصل كمان ان المستوى مع المنتخبات الوطنيه هيكون افضل بكتير من بوقك لباب السبت لا ان شاء الله يعني اتمنى يبقى فيه انعكاس فعلا أنا في يعني مستوى في ظهوري معاكم كنت بنتقد بعض الامور ولكن انا شايف بادره امل بدات تلوح في الافق مع خروج بعض اللاعبين المصريين للاحتراف الخارجي مع الاهتمام
بالاهلي والزمالك ومن الاسماعيلي ومن بيراميدز لا بيراميدز ما بيهتمش بالناشئين قوي بصراحه. دي قلت مني انا. زد المقاولين كل الفرق دي اصبح عندها عناصر شابه وصغيره وواعده زي ما بيقولوا بروميسنج جدا، فتقدر تفيد المنتخبات المصريه في الفتره الاخيره. ومن خلال برنامجكم طبعا بوجه تهنئه لاعضاء الجهاز الفني المنتخب 2005 كابتن وائل رياض وكابتن عمرو وجهاز الفني 2008 كابتن كاس وكابتن اخويا الكبير كابتن احمد فوزي وكابتن عادل مصطفى، كلهم ليهم التحيه واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله وربنا يقدرهم ويخرجوا جيل قوي للكره المصريه ان شاء الله. عايز اقول لك يعني سريعا قبل ما نختم، لما كان في تورنمنتس وكانت اللي هي يعني كانت بطوله ذات كمان والاهلي تحت 17 سنه شاركوا فيها والاهلي فاز الحمد لله بهذه البطوله. عايز اقول لك كان في من فرق اوروبيه كذا فريق، كان ثلاث فرق تحديدا باناثينايكوس وغيرهم. لما كنت بعمل لقاءات وهناك كان في لقاءات مختلفه بتتفرج عليها حتى هناك كنا بنسالهم على الفرقه المصريه سواء زاد او الاهلي، كانوا بيشكروا جدا جدا في تحديدا كمان لو هتكلم الفرقه بتاعتنا. انت عندك بجد كوادر تقول لك او تطمنك ان اللي جاي ان شاء الله حلو جدا، انت ممكن في المستقبل ما تبقاش اصلا بتعتمد على انك تجيب صفقات. فالكلام ده كلام واقعي وعلى الارض، يعني اللي بيتابع طبعا الماتشات المختلفه للناشئين عندنا والدورات اللي بتحصل. فانا من الناس اللي انبسطت جدا ان انا اسمع حاجه زي كده. انت بتتكلم عن كره اوروبيه ودول بقى برضو ناشئين وبياخدوا كل الاهتمام والدعم، لكن هم بيتكلموا كده عندنا وما فيش حد، انت عارف هم ما بيجاملوش يعني الناس بتتكلم بصراحه. فانا انبسطت ان انا اسمع كده، اداك امل ان اللي جاي هيكون افضل بكتير كمان. يعني لا انا عايز من حضراتكم حاجه احسن بقى، عاوزين نغير ثقافه الـ الكلام عن اللاعب الناشئ او اللاعب اللي هو الصغير في السن. بمعنى ايه؟ الفكره كلها مش ان انا احقق البطولات وان انا ابقى رقم واحد في الرانكينج في الجدول. الفكره ان زي ما استاذنا هواند قالت، انا هطلع عدد قد ايه للفريق الاول بتاعي وهخرج اعارات وهفيد باقي الفرق بقد ايه وهبيع كام. عاوزين نغير الثقافة دي يا ريت، يعني ده ممكن حضراتكم تشتغلوا عليه أفضل من أي حد. نغيرها إلى إيه بقى؟ اللي هي فكرة المنافسة وخلق أو يعني تربية لاعب ناشئ، عملية إخراج لاعب كبير. اللاعب ما ممكن يكون عندي لاعب موهوب جدا 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 بس فرقته مش قادرة تحقق نتائج جيدة فأخسف بيه الأرض وأدمره. بمجرد فكرة أصله احتل المركز الثاني، أصله احتل المركز الخامس، مش لازم الاول بس. انت محتاج كمان تغير رؤيه حتى الجمهور. ما انا بتكلم في ده، انتوا ده دوركم. اللي هي فكره يا جماعه البطولات بتاعه الناشئين اتعملت عشان تطلع لاعب ناشئ مش عشان اكسبها بس، مش مجرد ان انا بدخل. او طبعا النادي الاهلي او الفرقه الكبيره بتخش اي بطوله، لو يعني زي ما كنا بنقول في الشارع لو دخل بطوله بيلي لازم يكسبها. هي الجمهور اتعود من النادي الاهلي انه بيشارك في اي بطوله مهما كان المنافس عاوزه يكسب. اوكي، بس نبقى فاهمين الامور بتدار ازاي. يعني فرقه زي 2005 طلعت للنادي الاهلي لعيبه كويسه جدا، زعلوك وكباكا والدبيس واللاعب عبد الله بستانجي اللي راح اعاره لفريق سموحه. فرقه 2003، فرقه 2001 اللي هي خرج منها احمد نبيل كوكا. لا، انت عندك هو ده المكسب الحقيقي، انك يكون عندك خمسة ستة من اللاعبين الناشئين من أبنائك بيتم تصعيدهم. هي أصلا المقياس إن أنا أقول إن قاعدة الناشئين هنا ناجحة، إن أنا بصعد كام واحد للفريق الأول، مش قصة أنا بعمل إيه. أنا صعدت كام واحد كام بطولة. يعني هي فكرة ما أنا ممكن أخد البطولات كلها وما استغلش ده في الفريق الأول، يبقى ملهاش أي حاجة. بلس إن في، هنرجع لنفس النقطة، في فرق كتير للأسف لسه ماشية في عملية التسنين والتلاعب علشان مجرد انها تكسب وتحقق نتائج افضل. وتلاقي يعني في مرحله ما مثلا سي 2003 بتلاقي منتخب 2003 ده ما فيهوش ولا لاعب من الفريق اللي حقق البطوله بتاعه المرحله العمريه دي. ليه؟ علشان هو مع يا اما مسنن يا اما في امور تانية. مش ولسه موضوع التسنين ده عايش.
انا تخيلت لا ده عايش جدا ده. انا تخيلت ان الموضوع ده اندثر من زمان. لا انا ممكن ابعت لك انا بيني وبينك شويه صور. لا بالعكس يعني ونفسي على الصعيد الثاني كمان نبطل نتكلم على لاعب عنده 22 في لاعب يبقى عنده 22 سنه وبيطلق عليه لسه ناشئ. ما دي برده نقطه ثانيه. اه يعني 22 ناشئ ازاي؟ انا نفسي افهم بصراحه. بتلاقي في الت... في الت... في, ال... في الاستفتاءات والتصويتات يعني جايز افضل ناشئ للاعب عنده 25 سنه. يعني يا حبيبي ده كبير قوي يعني. ده ممكن سنتين حد يعتزل مكانه. احنا لسه بنتفرج يعني على بيلينجهام مع ريال مدريد امبارح بيعمل حاجات مش طبيعيه وده بيلعب من هو عنده 16 سنه. شوف كل اللي اتقال كوب وكلمه ان التسنين لسه موجود لغايه يومنا هذا ده ما يطمنكش ابدا. لا ده ولسه في قاره افريقيا يعني في حاجات الواحد بيشوف حاجات جميله قوي يعني. صحيح عندك حق. على كل الاحوال احنا انبسطنا جدا بوجودك معانا النهارده نورتنا وشرفتنا وان شاء الله نسعد بقى معاك الفتره اللي جايه بكلام عن انجازات جديده حققها لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله يعني ان شاء الله واتمنى التوفيق للنادي الاهلي والجميع الفرق المصريه اللي بتشارك في بطولات افريقيا ان شاء الله وللمنتخب. يعني احنا عندنا جيل خلاص وصل باريس يا رب يا رب صحيح. يحققوا ميداليه اولمبيه في لعبه كره القدم. احنا كنا قريبين من الموضوع ده ايوه أكثر من مرة ولكن ما حلفناش الحظ يمكن تظبط المرة دي في باريس يعني. يا مسهل نتمنى ذلك. شكرا لك يعني جدا يا كريم. شكرك يا كريم برضو. شكرا حضراتكم أكيد على متابعتنا. نشوفكم إن شاء الله. يعني مالي نشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم. مع السلامة.